إذا قلنا إن تم استهداف أسامة بن لادن، هل ذلك يدل أن حكومة ذلك البلد كانت واقفة خلفه وأخفوه في بلدهم؟ مثل هذه الحوادث تحدث في مختلف الدول، وأنا على يقين وعلم أنه لم يكن لقادة الإمارة الإسلامية أو لحكومتنا أو لأي إدارة حكومية أي دخل في هذه الحادثة، ولم تكن لدينا معلومات عنه، ولكن مثل هذه الحوادث تحدث في كثير من البلدان، ولكنه لا يدل على وجود التعاون بيننا أو أننا على تواصل مع تنظيم القاعدة. قبل أيام صرح الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بأن القاعدة غير متواجدة مع في أفغانستان، وهذا يتوافق مع رواية طالبان، وقال بأنكم تتعاونون مع الولايات المتحدة في قتال القاعدة. هل فعلا بدأتم حربا ضد تنظيم القاعدة؟ ومقتل أيمن الظواهري أكسبكم مصداقية لدى الولايات المتحدة بقيامكم بالكشف عن مكانه؟ القاعدة في أفغانستان وجودنا لري. لا وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان، ولا يمكن القتال ضد تنظيم الذي لا يكون موجوداً ولا يسيطر على شبر من الأراضي الأفغانية ولا يكون له أي هدف على الأراضي الأفغانية. وما قاله بايدن بحسب رأيي اعتراف بالواقع والحقائق على الأرض، ولكنه لا يعني وجود أي تعاون معهم، ولا نحتاج أي نوع من التعاون من أحد. ولو أردنا قتال أحد ما أو تفاوض فلا حاجة لنا لأي جهة، ونحن نرى بأننا نملك هذه القدرة بأنفسنا، ولا وجود لتنظيم القاعدة في أفغانستان، ولذلك لا حاجة للقتال.